كنا آخر مرة في الأجزاء اللي فاتت في دورة بلوجر من الصفر، وصلنا إلى إن جبنا قالب وقلنا هنبدأ نعدل عليه ومسحنا حاجات منه، ولكن في بعض الناس قالوا لي لا احنا عايزين نبدأ من الصفر بنفس الطريقة. فأنا بدأت تاني، اقتنعت بالكلام ده عشان الدنيا عايزين نبدأ من قالب فاضي زي ده، اللي هو القالب اللي احنا عملناه اللي هو مفهوش غير حاجتين اللي هما في التخطيط. لو شفتهم هبص الاقي، لو عملت له ريلود هلاقي ان القالب مفهوش غير حاجة واحدة بس، في قسم واحد وفي ويدج واحد اللي هي الرسائل المدونة الرئيسية اللي ظاهرة عندي هنا بالمنظر ده. لكن برضك انا احتفظت ده في مدونة تانية، التانية كان اسمها تيست رقم معين، دي غيرها يعني، بحيث ان احنا مش هن يعني هنرجع للفكرة التانية بس بعد ما نبدأ البدايات في التصميمات اللي احنا عايزين نعملها هنا. انا عندي هنا مفيش غير قسم واحد في المدونة، وهو عبارة عن في المظهر او في التخطيط، سوري، في المظهر ال HTML مفيش غير الكود ده. وكنا وعدناكم المرة اللي فاتت ان احنا هنستخدم برنامج نوت بلس، وده عملنا له داونلود لو بحثت على النت على كلمة نوت بلس بلس، نزله حسب نسخة الويندوز اللي عندك سواء كانت 64 بت او 32 بت وحسب الفيرجن. المهم يعني ان هو بقى ميزة ده ان هو بيفتح لي فاهم ال HTML، قفل كده فتح الهيد مثلا، منطقة الهيد قفل وفتح، منطقة البادي قفل وفتح كده. البي سيكشن اللي هي البي سيكشن دي جواها ويدج برضك انا قفلت، يبقى انا حتى لما عايز اتفرج عليه اوت والديزاين بتاعي هنا هبقى بسهولة بتحكم ان انا عارف ان انا عندي سيكشن واحد اللي هو السيكشن ده اهو باين قدامي. عايز اخش جواه ادوس على الزائد اشوف قصتها ايه، الاقي جواه ويدج واحد. هنبدأ احنا نكمل كلامنا على الموضوع ده ونشوف ناويين نعمل ايه دلوقتي خطوة خطوة، وكل حاجة هنضيفها مرة في النوت باد بلس بلس وهنضيفها في المظهر في ال HTML بتاع البلوجر، ونبدأ نشرح حتة حتة ونشوف ايه اللي بيحصل. تابع معانا. احنا اتفقنا قبل كده ان كل جزء هنبدأ نكتب فيه، قبل ما نكتب فيه في حبة اوامر CSS مفروض نفهمها عشان اما نكتب في السكين نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. فده ملف HTML، في لغة ال HTML في ستايل بدل سكين وبتتقفل كده. فكل اللي انا عايز اكتبه مثلا البادي بتاع اللي ده فيه انا عايز اعمل له السيتنج بتاعته. احنا برضك في المستند بتاعنا ال HTML البادي عايزين يعمل له سيتنج، فبنيجي نكتب بادي ونفتح قوس ونقفل قوس ونكتب باك جراوند كلر لايت بلو اللي هو ده، فيظهر في الناحية التانية اللون كده على طول، برغم ان انا هنا جوه المستند مش كاتب حاجة، انا دي الكونفيجريشن بتاعت البادي. وال H1 مثلا هنا لو حاجة بكتب H1 مثلا الكلر كذا، التكست الاين سنتر، الباراجراف، الفونت فاميلي كذا، الفونت سايز كذا، وقفلت الستايل. اي حاجة بقى تخص ال H1 وال B والباراجراف التاج اللي اسمه باراجراف، وتخص طبعا تقدر ترجع لدورة ال HTML اللي احنا حاطينها في ملف 60 دقيقة بيشرح ال HTML، تقدر ترجع له وتسمعه. ولكن انا هنا اعتبر بكلمك في يعني ايه اللي احنا هنعمله دلوقتي، ان احنا هنكتب بعض الكونفيجريشن للبادي او السي اس اس بتاع البادي بتاع المدونة بتاعتنا. فبعمل بادي وهنشوف دلوقتي هنعملها مع بعضينا، ونبدأ نكتب باك كلر، نكتب بقى كل حاجة خاصة بالبادي فوق هنا، اذا كنا هنستخدم لون، هنستخدم صورة للخلفية، هنحدد مقاسه، هنعمل كل شيء من الكلام ده للبادي، للتاج اللي اسمه بادي بتاعنا اللي هو بداية مستند ال HTML اللي بيحتوي جواه كل اللي بيظهر على الشاشة. تابع معانا عشان نشوف هنعمل ايه. هنكمل كلامنا واحنا عايزين عملي نعمل لون للباك جراوند بتاع البادي. هنيجي هنا نقول له انسبكت وندور عن البادي هنا، ادي البادي اهو، وندوس على علامة الزائد دي، هيطلع لي كده. ابدأ اقفل الماوس هنا واكتب باك جراوند، بس انا عايز باك جراوند كولر، اختار باك جراوند كولر وادوس انتر، وبعدين اعمل علامة الشباك دي عشان دي تعتبر كود للالوان، واكتب اي حروف دلوقتي واشوف الحروف دي هتدي نتيجة ايه.
طبعا الحروف دي مش كولر ولا بتاع، فانا هكتب ايه ايه ايه. اللون اهو اتغير معانا ايه ايه. خلاص كده انا ممكن اغير اللون ده زي ما انا عايز هنا، وفي اكواد كتير للالوان، وطبعا واضح ان اونلاين كده الحاجة بتتغير معايا زي ما انا عايز. فرضنا ان انا عايز اللون ده من بره كده اهو، جبت لون كلمة احتراف ده. فرضنا انا عندي شبكة من الالوان، عايز لون هادي سنة مثلا. طبعا احنا بنجرب، كل دي تجارب مع بعضينا. بيكتب لي هنا الكود بتاع اللون، وفي مواقع كتير على النت بقدر على طول لو انا مجهز اللون اللي انا عايز اعمله بجيب الكود عادي بطريقة مباشرة. وخلاص كده ده الكود، اقوم واخد الكود ده الشكل بتاعي، نسخه وعامل له كوبي، ورايح للقالب بتاعي وجاي تحت السكين اهي في الحتة دي. ادي ده كان الاسم التمبلت وكده، واجي هنا قبل الاقواس المقفولة دي وابدأ انسخ، اعمل بيست للايه للون ده، واعمل حفظ وراح اشوف حصل ايه. طبعا لو ما كنتش عملت حفظ كان هيفضل الشكل بتاعي ده لون تاني، يعني كان هيفضل الشكل بتاعي من غير الوان. انا طبعا عامل ريلود دلوقتي، فكده جاب لي اللون ده. طبعا انا لو حبيت اغير في اللون زي ما انا عايز اجيب اي لون، ممكن اعمل انسبكت تاني هنا واجي الاقي في البادي اللون بتاعنا هو اللي احنا محددينه ونقدر نغيره كده وليكن اللون ده. كل اللي علينا ان احنا هناخد الكود بتاع اللون من هنا ونخش على الديزاين ده ونبدأ ننسخه بدل اللون ده ونعمل حفظ ونعمل ريلود. هاي يبقى انا كده وصلت لان انا غيرت لون. طب احنا عايزين الخطوة الجاية ان احنا نغير لون، نحط صورة في الخلفية بالاضافة للون ده، بحيث ان لو الصورة ديت اختار صورة معينة واجيب واعمل صورة لخلفية المدونة بالاضافة لايه. طب انا بس برضك عايز اقول احنا كل اللي عملناه دلوقتي، كل اللي احنا عملناه ما عملناش اي حاجة غير ان احنا ضفنا اس سي اس اس خاصة بالبطي بالوسم بطي ده، اي حاجة جوه الخلفية بتاعة البطي. تمام معايا؟ علشان نعمل الباك جراوند صورة هنحمل صورة على المدونة، هنعمل مشاركة جديدة واحنا مجهزين الصورة دي موجودة على جهاز الكمبيوتر. حجم الأصل بتاع الصورة اكتب هنا صور واعمل حفظ. هي تحفظ كمسواد ده يعني مش حاجة. واجي هنا اقوله open image in new tab. اللي مكتوب ده هو ده ال URL او بتاع الصورة، انا هحتفظ بيه في ملف عندي هنا اهو. ده ال URL بتاع الصورة. بعد كده هرجع تاني. خلاص انا كده بقى معايا ال URL بتاع الصورة، اقفل اغلاق، محدش هيقدر يشوف طبعا دي لانها مسود ده اللي هي البيج دي. هضيف برضك بادي باك جراوند ايمج واكتب اليو ار ال بتاع الايمج. ممكن اضيفها جوه البادي دي عشان ممكن اضيفها جوه البادي دي كده هنا. طب تعالى نشوف كده هنعمل الكلام ده ازاي. هنا اما اقوله انسبكت وهختار البادي، ممكن اضيف تاني، يكتب لي بادي من اول وجديد، اقول له باك جراوند بس باك جراوند ايمج، وادوس انتر وابدا اكتب يو ار ال يو ار ال وافتح وقف القوس وادوس انتر. خلاص واخد الكلام ده. طبعا ممكن اجي بقى اجيب ال اليو ار ال ده عشان اشوف النتيجة مباشرة، واجي هنا واعمل بيست.
مجرد ما عملت بيست ليه لقيته على طول ظهر حتت مفصول، يعني مش لون واحد. يعني طبعا هو انا مني في مستند كبير، فطبعا هو المستندات مش هتبقى بالحجم ده، فبيعيد نفسه بيربيت، يعني بيربيت الخلفية عمالة تعمل ريبيت لنفسها. هنظبط الكلام ده، بس مبدئيا احنا ازاي عرفنا نخلي خلفية موجودة للباك جراوند؟ بعد كده انسخ الكلام ده كله، اعمله كوبي واروح لي هنا اهو، ممكن قبلها او بعدها مش فارقه معايا. وممكن اجي هنا في الـ طبعا في حاجه اسمها كومنتس، اعمل انا بقى كومنت كده واكتب، واعمل حبه شورت واكتب، يعني كل ما هو خاص بالسيتنج بتاعه البادي حطيته بالمنظر ده، واعمل حفظ المظهر حتى لو جيت على قلت له ريلود. بكده يبقى الدرس ده خلص. لو عندك سؤال اكتبه تحت الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير لو عجبك الفيديو، وتابع معانا في الدروس الجاية. احنا بس عايز اقول حاجة مهمة، ملخص الكلام ان احنا كل اللي عملناه لحد دلوقتي مفهوم، مفيش فيه غموض. يعني مجرد حطينا بادي، حطينا ال CSS بتاع البادي، مرة صورة ومرة لون بس، ما عملناش اكتر من كده، وعرفنا ازاي نعملهم على الانترفيس. اشكركم، سلام.